مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من مدينه الدار البيضاء. هذا اثناء مشاهدينا غادي نتعرفوا على حاله ديال واحد السيده اللي كتعاني من مجموعه من مشاكل في الصحه، يعني في المرض، يعني مريضه بمرض الاعصاب وامراض اخرى، كتعاني يعني بسبب واحد الوضع هي ماديه قاصحه ومحتاجه المساعده. السلام عليكم اخالتي. لاباس بنتي، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. عاودي يا اختي، شنو المشكل اللي عندك؟ هذه مشكل صعيب تاع الدايعه، نضل دايعه نبات دايعه، تعذب الضغمة د القبض كانوا كيعطيونا الناس، ما بقاوش يبغيو يعطيونا. انا ما تقليت تقول والله اعلم، قالوا لي نستناوني على فطر نفطر، قلت لهم اعطيوني فطير نفطر، قالوا لي تسناي، واخا تسناي نعطيو، وخلوني في الزنقه. قلت لهم ما مشروطاش عليكم، غير قولوا لي غير سيري ما كاينش، ودخلوا خلوني في الزنقه تنفطر في الماء، كنت ندور عند الناس فتلاش الناس بيعطونا من كورونا، انا ترميت في الزنقه. قلت لهم لا ما تعاونوا وليداتي، ولا ما تنعاون راسي، عيدي تعذب، تنطلب من الله والمحسنين يحسقوني، تنطلب من الله والمحسنين يعتقوني على وجه هذا الشر. الغبران تعذبت حاله على نفسانيه، ما صبتش باش نعالج راسي، كنت نخدم وما صبتش باش نعالج، وليت تندور داك الشيء اللي عطاو ليا بزز تتابع الناس يروحوا ليا في الزنقه، تنعطي به الكرا، تنحضر الكرا، ولا شي مره ما نصيبش، يحدوا لي الناس ويروحوا ليا في الزنقه، نضرب منه ما بقاش الناس يبغوا يعطونا. عندي حالة صعيبة، تنطلب من الله والمحسنين يشوفوا بحالتي، تنطلب من الله والمحسنين يعتقوني ويشوفوا المحتاج، تنطلب من الله يشوفوا بحالتي. شنو عندك يا خالتي؟ تنطلب من الله يشوفوا حالتي. أخالتي نعم، غاي سمعي دابا كلشي كيسمعك وغادي تهضري لنا وتعاودي لنا كلشي، داكشي كامل اللي دارك كتعاودي لنا، واخا غي حاولي تعاودي لنا شوية بشوية. شنو المشكل اللي عندك بالضبط؟ من اش كتعاني يا خالتي؟ من العصا، ما بقات تعجب لي حتى حاجة، ما صافش باش نتعالج حتى حاجه، ما كنعجبني، كنغسل نجي نغسل عيديه، ما تنحيد يدي من الماء، تنجي نغسل شي حاجه ما كان نطيب شي حاجه ما تنبقاش نطيبها، تنجي حتى حاجه ما بقات تعجبني الا ما كنبغيش نحيد منه، تنتعصب، شفت شي عد هكا تنتعصب، جيت نجي ناكل غير الماكله كنتعصب. مريضه بالاعصاب؟ جيت نسمع عليه الدواء؟ لا ما صافش باش نتعالج، ما لقيتش باش نتعالج، ما لقيت والو. والو ما لقيت حتى حاجه، كلشي ما دازني حتى حاجه، كنتعصب، عندي حاله صعيبه، حتى انا من دخلت الكرا ما بقيتش كان نتحمل تكون حتى مع الناس، كنشوف الناس كنتعصب، اللي ساكنه معاهم كنتعصب، تنطلب من الله، تنطلب من الله المحسنين يعشقوني وهذا الشهر الغفران، تنطلب من الله. عندي وليداتي مربيعه ليا، عند امي ما عندهاش تشرب الدواء، حتى هي مريضه جالسين عندها، ما بغاوش يكملوا القرايه، تبكاني وقرا وشافوني مرات ومشاو وخرجوا، تنطلب من الله والمحسنين يعتقوني يشوفوا المحتاج. انا كنتعذب، كنطلب من الله والمحسنين يعتقوني على وجه الله وهذا الشهر، بغيت ادير فيديو ما داروا معايا والو في كورونا. واش كاريه ياك؟ كاريه. شنو كاريه؟ قال لي كوزينه. كوزينه كتنعسي فيها انت وليداتك؟ لا وليداتي عند امي، وليداتي عند امي، هربوا ليا العربيه ما كانت فين يقعدوا. وكنت نتعكن انا بوحدي، ما بيقعدوا فين يقعدوا معايا، راه رانا غير شفيت. ما كنت نخدمش، كندور عند الناس باش ما قبل كنت قدش نخدم، كنت نخدم اللي كنت صحيحه، كنت نخدم ما بقيتش قدش كنخدم. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو النداء اللي تبغي توجهه خالتي؟ شنو النداء اللي تبغي توجهه خالتي؟ وكنطلب منهم يعتقوني، غير لي غير يحفظوني، غير من السكنه، ما بقيتش كنقدر نتحمل نقعد نشوف الناس وباش نتعالج، ما بقيتش كنتحمل نكون مع الناس، نشوف نقل مع الناس، كنتعصب. استنى ما حافظاش؟ واخا خالتي ها انت، انا نقول لك قولي معايا صافي. رقم التليفون ديالك هو 06. لا 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 ما عارفاش. غير سمعيني. نعم. رقم التليفون ديالك 06. قولي معايا خالتي. نعم، ما شايفاتني. باغي قولي معايا، ها هو رقم التليفون ديالك عندي، قولي معايا. 06 08. قولي من وراها، ما حافظاش، غير قولي معايا انا كنقول. واخا عطيني الكلمة. نعم عطيني خالتي، صافي خليكي
ارتاحي ارتاحي يا خالتي. واش انا الكرام يعني بعد ما يعني سمعت المعاناه ديال السيده، رقم التليفون ديالها هو 06 08 43 91 80. انا قلت دوري سميتو يا هذه المشاهدين الكرام، وهذا عفوا 06 08 43 91 80. هذا نداء القلوب الرحيمه والخوتنا المحسنين اللي كيبغيو يديروا الخير، الخوتنا المغاربه اللي يعني دائما كنعرفهم انهم كيتفاعلوا مع يعني اللايفات اللي كنديروا، كيتفاعلوا بشكل ايجابي مع الكثير من الحالات الانسانيه. فهذا هو رقم التليفون ديال السيده تقدروا تواصلوا معها. الى هنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.